أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 80,000 فلسطيني تمكنوا من أداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتدت على طواقم الإسعاف أثناء توجهها إلى المسجد الأقصى، وكانت الشرطة الإسرائيلية قد نصبت أمس حواجز حديدية على 3 أبواب للمسجد الأقصى، وفرضت حواجز عسكرية بين الضفة الغربية والقدس، وقيودا مشددة أدت إلى إرجاع غالبية الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى المدينة. وحيا شيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى في خطبة الجمعة زحف المصلين إلى المسجد رغم القيود الإسرائيلية. الرسالة الثالثة والأخيرة بشأن المسجد الأقصى المبارك الذي وضعه الاحتلال في أجواء الحرب، فاتخذ إجراءات مشددة في الأشهر الماضية، ونحن الآن في شهر رمضان المبارك، شهر العبادة، شهر القرآن الكريم، فإنه من حق كل مسلم أن يصلي في المسجد الأقصى المبارك، وذلك التزاماً بنداء رسولنا الكريم الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي طالب المسلمين كافة في كل زمان ومكان بشد الرحال إلى الأقصى المبارك. وينضم إلينا عبر الإنترنت من القدس الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أنت اليوم أكدت على أهمية الزحف إلى المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية، ماذا يعني الزحف في مثل هذه الظروف التي تفرضها إسرائيل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، نحن نطالب الزحف إلى الأقصى لأن الأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين، وأن أهل فلسطين اعتادوا أن يصلوا في الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك بمئات الآلاف، ليس 80,000 فقط كما حصل اليوم. في الحقيقة أن حرمان أهالي الضفة الغربية أدى إلى نقص واضح في عدد المصلين في المسجد الأقصى المبارك. هذه الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال لتثبت بأنها هي المسؤولة عن هذه البلاد وهي قادرة على إدارة هذه البلاد، ثم أنها طامعة بالأقصى، فلا ليس من مصلحتها أن يكون هناك أعداد كبيرة تؤم المسجد الأقصى المبارك. فكل الإجراءات التي يتخذونها الهدف تقليل ما أمكن ذلك من عدد المصلين في الأقصى، في الوقت نفسه ليفسح المجال لليهود المتطرفين اقتحام الأقصى. نعم. فضيلة الشيخ، إذن الجمعة الأولى من رمضان رافقتها إجراءات إسرائيلية مشددة على المسجد الأقصى، هل حقق الاحتلال الإسرائيلي إذن مبتغاه من هذه الإجراءات؟ أختي الكريمة، الأصل أن الأقصى هو في قلوب المسلمين كجزء من عقيدتهم، سواء تمكن المسلم من الوصول الأقصى أو لم يتمكن. فقضية أنه حقق مبتغاه، هذا الأمر لن يتم، لأنه الإجراءات هي إجراءات قمعية عسكرية، وبالتالي لن ينال أي مكسب في الأقصى مهما قام من إجراءات عسكرية وقمعية وإبعادات، فهذا لن يكسبهم أي حق في المسجد الأقصى المبارك. أنتم هل تتوقعون وفق المؤشرات والإجراءات الإسرائيلية والتهديدات كذلك، هل تتوقعون تصعيدا أكبر من قبل إسرائيل في القدس والمسجد الأقصى في قابل الأيام في رمضان؟ في الحقيقة أختي الكريمة، نحن نأمل أن يكون هناك انفراج في عدد المصلين في الجمعة القادمة، وأن يفسح المجال لإخواننا في مناطق الضفة الغربية.
كذلك الشباب القدس أيضا حرموا اليوم، الذين أعمارهم ما بين 16 و25 بهذه الأعمار الشبابية كمان منعوا من دخول. فنحن نطالب بل يتوجب السماح للجميع حتى لا يكون هناك أي توتر وأي صدام، وبيكون العدد الأصل أن يصل إلى 200,000. طيب برأيك ما الذي يريده الاحتلال الإسرائيلي عندما يشدد من إجراءاته في المسجد الأقصى وفي القدس في هذه الظروف وفي هذه الأيام المباركة؟ أختي الكريمة، الذي حصل في الحقيقة أن الاحتلال نقل أجواء الحرب اللي حصلت في غزة إلى الأقصى وإلى القدس، وقام بأعمال إجراءات طوارئ رغم أنه لم يعلن عن حالة الطوارئ رسمياً، لكن الإجراءات اللي صدرت بحق المقدسيين وحق إخواننا في مناطق 48 وفي الضفة الغربية كلها إجراءات طوارئ وفيها نوع من التشدد والملاحقة لعدد كبير من المواطنين، حتى زاد عدد الذين اعتقلوا في مناطق القدس 7,000 شاب بدون أن يقوموا بأي عمل، بدون أن يقوموا بأي عمل، إنما كان الاعتقال هناك اعتقال استباقي إن صح التعبير. طيب إذن كما أشارت فضيلة الشيخ بأن الاحتلال الإسرائيلي نقل أجواء الحرب من غزة إلى القدس، وفق ذلك إلى أين تسير التطورات؟ نحن لا نستطيع أن نحكم ماذا سيحصل فيما بعد، ولكن إحنا نطالب أمور واضحة والأمل أن تتحقق هذه الأمور التي نطالب بها، وعكس ذلك لا نستطيع أن نحكم ماذا سيحصل. وهي؟ نعم. وهي هذه الأمور ما هي فضيلة الشيخ؟ نعم سيد. نعم فضيلة الشيخ عكرمة صبري، ما هي الأمور التي تطالبون بها؟ نطالب بحقنا الشرعي والإلهي بالصلاة في الأقصى. الله سبحانه وتعالى هيأ لنا هذا البيت لنصلي به كجزء من عقيدتنا، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وجه النداء للمسلمين بالصلاة بحيث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فالمسجد الأقصى هو من المساجد الـ3. فهذا المطلب هو مطلب ديني، مطلب إيماني، مطلب من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من هيئة أمم ولا من مجلس الأمن ولا من أحد دنيوي، إنما نحن مطلبنا هو مطلب ديني إلهي. نعم. طب أنت طبعا على علم وإحاطة بما يتهدد المسجد الأقصى خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية، لا سيما من اليمين الإسرائيلي على رأسهم بنكفير على سبيل المثال، ما أبرز ما تتخوفون منه في ظل هذه التهديدات؟ نعم، نتخوف أن يحصل هناك تطورات في موضوع الحواجز العسكرية والأبواب الحديدية أو الستائر الحديدية التي ثبتت يوم الخميس أمس. هذا ما نتخوف منه، في أن تحاول سلطات المحتلة الهيمنة أو السيطرة على الأقصى بمراحل تدريجية. نعم. طيب هذه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل التي تأمل من خلالها أن تخفف من حدة التصعيد في المسجد الأقصى وفي القدس، هل تعتقد بأنها سوف تؤتي هذه النتائج أم بالعكس سوف تكون نتائجها معكوسة على إسرائيل؟ نحن في الأقصى لو كان 1,000,000 مسلم في الأقصى
لم يحصل أي خلل أمني ما دام سلطات المحتلة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعيدة عنا. وما يصرح به بالجفير تصريحاته أصلا مرفوضة، وليس له هذه الصلاحية، لأن الأقصى أسمى من أن يخضع لأي إجراءات أو لأي تصريحات عدوانية. نعم. في المقابل، كيف تنظرون فضيلة الشيخ إلى تطورات العدوان على غزة؟ هذه ما لنا علاقة في هذا الموضوع. يعني احنا نتحدث في موضوع الأقصى، ثم لابد أن نقول أنه أي تسوية سياسية إن وقعت إن حصلت يجب ألا نغفل القدس والأقصى. يجب ألا نغفل القدس والأقصى. طيب، القدس والأقصى أن يكون كل التوجهات إلى غزة، وأن تهمل مدينة القدس ويهمل المسجد الأقصى المبارك. طيب، أكدت أكثر من مرة على لا. أن القدس والأقصى هي في قلب كل المسلمين. هل تعتقد بأن تحرك الشعوب العربية كانت على قدر المسؤولية فيما يخص الدفاع عن الأقصى؟ وهنا أريد أن أسألك عما هو مطلوب. أختي الكريمة، هناك شعوب وهناك أنظمة وحكومات. الشعوب انتفضت والشعوب قامت بمسيرات، ليست فقط شعوب عربية وإسلامية، أيضا شعوب أوروبية وأمريكية. وبالتالي الشعوب أحست بالخطر وشعرت بالمآسي التي حصلت في غزة والكوارث الإنسانية. أما الحكومات لها سياسات أخرى، هي يعني بمعنى أن الحكومات لا تعبر عن مشاعر هذه الشعوب. نحن نقول على الشعوب التي تقوم بمسيرات واحتجاجات عليها أن تضغط على دولها، لأن كما نلاحظ أن الدول العربية والدول الإسلامية ليست لديها هذا الاهتمام، بل ليس لديها أي نخوة وأي شهامة. إذا نظرنا لتاريخنا المجيد، المعتصم بالله الخليفة العباسي على نجدة امرأة واحدة كيف أنجدها وكيف أنقذها؟ نحن هنا 30,000 يقتلون، نساء وأطفال في غالبهم، والدول العربية تكتفي بالتصريحات غير فعالة، أو نقول يريدون أن يعطوا مساعدات للجرحى ومساعدات للمرضى وغير قادرين على إيصالها. كيف معبر رفح يبقى مغلق والسيارات والشاحنات مليئة بالمواد الغذائية وبالأجهزة الطبية ولا يسمح لها بالدخول؟ هل هذا أمر منطقي؟ هل هذا يقبل أي إنسان؟ نحن نأسف لما يحصل من قبل الدول العربية في مواقفها. طيب، وهنا سيد الشيخ عكرمة، أريد منك أن توجه رسالة خاصة فيما يتعلق بالتهديدات التي تحيط بالمسجد الأقصى، في ظل التهديدات التي أيضا تأخذ منحا تصعيديا من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا. نعم، المحاولات أختي الكريمة بالنسبة إلى تقسيم الزمان المكاني هو مشروع قديم وجديد له أكثر من 10 سنوات، تحاول إسرائيل أن تفرضه ولم تتمكن من ذلك، لأننا كموقف إسلامي وكهيئة إسلامية عليا وكمجلس أوقاف يرفض هذه الأمور، وكل مسلم يرفض هذا المشروع التقسيم الزماني والمكاني. ولكن المجال لإعمار الأقصى لا يكون إلا بشد الرحال، هذا ما نستطيع نحن
كفلسطينيين أن نقوم به. نعم. يعني شد الرحال وكسر القيود الإسرائيلية، تحدي القيود الإسرائيلية وشد الرحال والزحف إلى المسجد الأقصى، هذا هو ربما العنوان الأبرز لما هو مطلوب من الفلسطينيين في خلال شهر رمضان المبارك تحديدا. نعم، هذا بالنسبة لأهل فلسطين. أما بالنسبة للدول العربية والإسلامية عليها أن تتحمل المسؤولية، لأنه الأقصى ليس لأهل فلسطين وحده، هو لجميع المسلمين في العالم كما هو معلوم، وشأنه شأن المسجد الحرام مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. نعم. شكرا جزيلا لك من القدس الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، أشكرك.